السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في معرض سولار شو. النهارده هنشوف شركه ارض الطاقه. معانا طبعا حبيبنا المهندس حسين الجبالي. بنرحب بيك يا مهندس حسين، وان شاء الله يدي لنا فكره عن شركه ارض الطاقه ومشاركتكم النهارده في المعرض. اتفضل. احنا شركه ارض الطاقه الشمسيه عامه متاسسه من سنه 2018. بنقدم خدمات التوريد والتركيب للشركات عامة وللإند يوزر. الحمد لله احنا بنقدم مشاريع الأوف جريد والأون جريد والبامبنج سيستم. خدمات التوريد للأوف جريد زي ما احنا هنشوف كده، الماتيريال اللي بنقدمها دي الإنفرترات اللي احنا بنقدمها للأوف جريد من النوع اللو فريكوانسي. تمام. احنا ماضيين أو إي إم مع شركة ماست. ماست. ماست سولار. تمام. وبنقدم برضو ده اللو فريكوانسي، لان معظم الموجود في السوق هاي فريكوانسي. فاحنا بنتميز من الحته دي ان الماتيريال اللي عندنا لو فريكوانسي من الانفرترز. وبرده ده للتشارجر كنترولر. تمام. ودي بعض الاكسسوارز للاستراكشر الالومنيوم. يعني احنا بنفضل نشتغل دايما بالالومنيوم الانودايز لانه مقاوم للرطوبه، خفيف الوزن، كروس سكشن بتاعه محترم زي ما انت حضرتك شايف شكله. المسامير بتاعته زي ما انت شايفها كده ستانل ستيل مقاومه للصدأ، فده ما يميز عامه الالومنيوم عن الستيل. تمام. تمام. دي بعض الماتيريال. الكابلات زي ما انت شايف احنا بنستخدم كابلات نوعين من الكابلات، الدي سي كابلات من شركه بحره وكابلات من شركه كبير الالمانيه. برضو عندنا البطاريات اللي بنستخدمها، بطاريات نوعين من البطاريات عندنا من شركة هوافو، بطاريات جل. تمام. وبطاريات هاي تمبريتشر. في فرق ما بينهم في العمر الافتراضي، يعني الاثنين دول بطاريات 200 امبير، ولكن البطارية دي عمرها الافتراضي على حسب الدي او دي، لو 50% بتعيش سنتين، اما دي لو دي او دي 50% بتعيش ممكن 4 سنين. تمام. فدي اهم المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها. كذلك برضو الكشافات الشمسية من شركة سولار نوفا، شركة سعودية. تمام. هاي كواليتي. برضو دي بطاريات ليثيوم. تمام. من شركة سولار نوفا، برضو شركة سعودية. سعودية. دي اهم البرودكت اللي عندنا اللي احنا شغالين بيه، بجانب طبعا تركيبنا للمشاريع اللي زي ما حضرتك شايفها دي اللي في الصور دي. دي المشاريع بتاعتنا. ده مشروع نص ميجا في القصيم. تمام. في عندنا مشروع برضو تكملة ليه اللي هو الفيز الثانية منه، مشروع 1 ميجا برضو في القصيم جراوند. تمام. برضه زي ما الفيديو كده بيوضح، برضه دي مزارع السلوى زي ما انت شايف حضرتك كده، برضه ده روف توب نستخدم فيها الاون جريد انفرترز من شركه هواء. ده ملخص بسيط عن شركه ارض الطاقه الشمسيه. حبيبي يا مهندس حسين، والف شكر لوقتك، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. اهلا وسهلا.